السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا أنا راني في منطقة أغبال بالضبط عين مرجية، اللي غادي نمشي ونشوفوا الأجواء ديال هذا العين هذا اللي أفقت مدة سنين ديال الجفاف. إن شاء الله غادي نديروا واحد الجولة في ديك العين هذا. كما تشوفوا جميع العيون اللي في الجبال راهم أفقوا، اللي كيستفدوا بها هذه المنطقة ديال أغبال للفلاحة. إن شاء الله عيشوا معنا هذه الأجواء ديال هذا الفيديو إلى آخره. السلام عليكم. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. ان شاء الله اتجاه العين ديال مرجية. هذه هي أغبال كما تشوفوا، هذه هي المنطقة ديال أغبال تبع الأحفير، منطقة فلاحية. شو تبارك الله الخيرات ديال الله. غادي نتجهوا ان شاء الله لديك العين، نمشيو نشوفوا ديك العين كي دايره والماء اللي كيسيل فيها والعيون اللي خارجين من الجبال كيسيلوا. نتمنى غادي يعجبكم الفيديو ديال الطبيعة ديال الأغبال وديال تقريبا بصفة عامة مدينة بركان كاملة الإقليم. شوفوا الطبيعة كي دايرة هنايا. هذه واحد القنطرة صغيرة، منها كيخرج داك الماء ديال العين ديال المرجية، كيخرج كيمشي في الواد، وكاين اللي يستافد به الفلاحة اللي عنده الطريق باش يسقيو تما، كلشي كيتسقيو تما بهذا الماء هذا ديال الواد ديال المرجية. هذه هي مرجية، عين مرجية. عين مرجية معروفة في أغبال، منطقة ديال مدينة أحفير. كتشوفوا كيفاش رواج كبير، رواج كبير هنا، الناس كيجيو هنايا كيتمتعوا بالهواء النقي والماء الصالح للشرب، وكل شيء كاين هنا في هذه المنطقة هنايا. ادخلوا اجوا سير روحوا خذ من هيك تعال قطع لا 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 ل
الزيتون، الخضر، كل شيء استفيدوا.